مأدبتي غدا، حيث تناولنا ملفات عديدة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبلدينا. في الواقع إن فرنسا كانت دائما حليفا لابد منه للبنان. مؤخرا لقد أصيبت لبنان بعدة كوارث دفعت به في أصعب أزماتها في التاريخ. في هذا الإطار السيد الرئيس، لقد كنتم إلى جانبنا في هذه المحنة. سيادة الرئيس، لقد كنت دائما إلى جانبنا بعد بعيد انفجار مرفأ بيروت، عندما توجهتم إلى لبنان وعبرتم عن تضامنكم مع آلام الشعب اللبناني. ولقد كنتم أيضا إلى جانبنا في مؤتمر مساعدة اللبنانيين برعاية فرنسا، وهذا الدعم يكتسي أهمية كبيرة. وهذه الأهمية تتمثل بأن فرنسا تمثل قلب الدعم الدولي إلى جانب أخواننا وأشقائنا العرب وأصدقائنا. مجددا أكرر فخامة الرئيس أن أعبر لكم عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني. خلال هذه المحادثات أنا أكدت لفخامة الرئيس على عزمنا لتنفيذ، وذلك مع شعبنا ومع دعم رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب، عزمنا على تنفيذ الإصلاحات في أقرب الأجال من أجل استعادة الثقة وإعطاء الأمل وتقليص آلام الشعب اللبناني. هذه الإجراءات ستكون حاسمة من أجل إطلاق الاقتصاد ومتابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي، ومن أجل الشروع في الخروج من الأزمة. إني على ثقة وعلى التأكيد وأعول على دعم فرنسا في هذا المجال، وأنا أعلمت فخامته بعزمي وتصميم حكومتي بتنظيم الانتخابات التشريعية في الربيع القادم من أجل تجديد الحياة السياسية التي يتطلع إليها الشعب اللبناني بكل قوة. فخامة الرئيس الجنرال ديغول قال يوما، طالما أنا أتولى الأعمال والمنصب لن أسمح أبدا بالإساءة إلى لبنان. انتهى الاقتباس. فخامة الرئيس، إن كل أعمالكم تندرج في هذا الوعد، وأنا على قناعة بأنكم مهتمون حتى لا يساء لبنان، ولكن أيضا حتى يتم مساعدة لبنان وأن يستعيد ازدهاره ورخاءه. شكرا فخامة الرئيس. في هذا الإطار تندرج زيارة اليوم إلى باريس. أعيد وأكرر فخامة الرئيس، أشكركم على حفاوة الاستقبال وعلى التزامكم من أجل لبنان واللبنانيين. عاش الصداقة الفرنسية اللبنانية. شكراً.